من أسرع الوصفات اللي ممكن تستخدميها لعلاج شعرك بتطول وبتكثف الشعر، بتعالج التساقط، الصلع الوراثي والصلع المبكر. جميلة جدا، تنفع للأطفال، تنفع للرجال وطبعا للسيدات. تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي، تفعيل زر الجرس، هتلاقوا لينك صفحتي على الفيسبوك في أول كومنت. تنسوش يلا هجوم عليها. قبل بس ما ابدا الوصفه هسيب لكم في اول كومنت في صندوق الوصف لينك صفحتي على الفيسبوك، لازم تخشوا تدعموني. عايزه هجوم على صفحتي، محتاجه طبعا دعمكم الكبير ليا، وانا عارفه ان انا ليا حبايب كتير جدا بيحبوني وهيدخلوا يعملوا لي اشتراك في الصفحه على الفيسبوك ويعملوني دعم. فانا هسيب لكم الكومنت لينك الوصفه في اول كومنت، وهحسبها كمان في صندوق الوصف. فيلا بينا الوصفه النهارده بتاعتي. وصفه لبنات كتير قوي قالوا لي ان شعرهم مثلا طويل بس مش كثيف، مش كتير، شعرهم قصير ما بيطولش، في فراغات، عندهم صلع، اللي عنده صلع وراثي. حتى بيجي لي كومنتات جدا جدا من رجال ان هم مثلا دقنهم ما بيطولش، دقنهم في اماكن فيها فاضيه. فالوصفه دي هتنفع ليكوا للستات، تنفع كمان للرجاله، والوصفه دي كمان تنفع لبنوتك او للاطفال عادي، لانها وصفه طبيعيه جدا ومكون طبيعي. لكن دايما بنصح ان انتوا تبداوا حطوا الوصفات او اعملوا وصفات العيال من لاطفالكم يعني من فوق سن 4 أو 5 سنين. لقبل كده بقى يعني سيبوا الشعر يطلع طبيعي جدا، تمام، عشان حتى تعرفي نوعيه او طبيعه شعر ابنك او بنتك. تمام، يلا بينا مع بعض. المكون الاول اللي عندنا اللي انا بحبه جدا وبحب ان انا استخدمه وهو الروزماري. اهو يا بنات، الروزماري ده من ضمن المكونات اللي بصراحه يعني لا تخلو من بيتي. اول ما بحس ان هو خلاص قرب يخلص بنزل اشتري كوبشه كبيره او كيسه كبيره قد كده من الروزماري. تمام، ليه بقى؟ عشان الروزماري من ضمن الحاجات المفيدة جدا للشعر. فبصراحة الروزماري من المكونات اللي ما بسيبهاش بصراحة، ودايما دايما بعملها. تمام، ده بالنسبة للمكون الاول. المكون التاني بقى اللي عندي هيكون ورق اللورة او ورق اللوري. تمام، في بلدان بره بيسمينه ورق الغار، احنا عندنا في مصر اسمه ورق اللورة. تمام، عايزه اقول لكم الورق اللورة ده طبعا بيتم استخدامه في الاكل، بيعملوا فيه بيحطوه في الشوربه والحاجات دي، لان هو كده كده مفيد وبيبقى طعمه حلو، لكن فوائده للشعر غير طبيعيه بالمره، فوائد خطيره جدا للشعر، بيقوي الشعر، بيطوله وبيكثفه، وبصراحه يعني بيقوي بصله الشعر. يعني انت لو شعرك بيتساقط ده هيكون علاج رائع جدا ليك. تمام، يلا بينا نبدأ مع بعض. طبعا أنا هحط المكونات بتاعتي دي طبق زي ده كده، هبدأ إن أنا أحط معلقة كبيرة من إكليل الجبل. تمام، وهنزل بمعلقة تانية كده، معلقتين من إكليل الجبل. جميل، تمام. طبعا مش هحط بقى ورق اللورة بمعلقة، لأ أنا هحط مثلا ايه كده كده مثلا، يعني كوبشة كده بإيدي. تمام، ممكن معلقتين كبار مثلا، يعني اهي كوبشة. طبعا حاولي ان انتي لو لقيتي ورق شجر مثلا ولا حاجة زي دي طلعيهم، طبعا مش هتحتاجيها، حتى لو سبتيهم ويغلوا يعني مش مشكلة، بس أنا بصراحة بطلعهم لأن أنا بحس إن بيبقى فيهم تراب جدا. تمام كده كده يا بنات، دلوقتي انا هغسل اصلا المكونات كلها اللي قدامك دي. بصي هغسلها كلها، ليه بقى؟ لانها بتتجاب من عند العطار، بتبقى مطربه وبيبقى ساعات حاططها في اماكن فيها تراب، وبتبقى يعني في اماكن مش مينفعش انت تاخديها وتخليها وتحطيها على شعرك. يعني بصراحه هو طبعا الغلي وكل حاجه بيطلع كل البكتيريا والحاجات دي كلها، بس انا عن نفسي بحب الموضوع ده. هغسلها واجيبها واجيلها واجيلكم. اهو يا بنات شكله بعد ما غسلته. تمام، غسلته كويس جدا، غسلته مره واحده بس، المهم طلعت منه التراب والكلام ده. الحاجه الثانيه بقى اللي انا هعملها، وهي ان انت هتغلي كوبايتين ميه على نار، وبعدين تيجي تحطيهم في المكون اللي قدامك، يعني هحطيهم على الوصفه. انا غليت ميه في الكتل
وعامله مقدار كوبايتين بالظبط اهو. طبعا انتي بسرعه هتقلبي كده وتغطي عليها. ليه بقى هتغطي عليها؟ لان الوصفه بتاعتنا فيها زيوت طياره. لو الزيوت الطياره ما انت ما قفلتيش عليها، زيوت الطياره هتطير، وبالتالي الوصفه بتاعتك مش هتبقى مفيده، او مش هتبقى مفيده بنسبه 50% يعني. فاحنا عايزينها تبقى مفيده بنسبه 100%، فهتغطي عليها. هتغطي عليها لمده قد ايه؟ هتغطي عليها لمده 5 دقائق. فانا سايباها لمده 5 دقائق. طبعا عشان الوصفه دي، انا الوصفات عموما كلها اللي بخلصها بستخدمها طبعا على طول على شعري، يعني بخلص الفيديو من هنا وبصفي الحاجه بتاعتي، او يعني هشوف انا هستخدمها ازاي تمام، وبعد كده بحطها على شعري. فطبعا انا ببقى عايزه استفيد برضو من الوصفه، فبغطي وبعمل كل حاجه معاكم تمام. فعشان كده ساعات وصفاتي بتطول، لان انا بمشي معاكم بكل الخطوات الصحيحه عشان الوصفه تفيدني انا. انا مش برمي الوصفات اللي بستخدمها بعد الوصفه، لا، انا بحطها كلها على شعري. يعني زي ما بيقولوا كده، شعري ما شاء الله ما بينشفش، بيفضل مبلول كتير لاني بستخدم كل يوم وصفات تمام. فاستنوا 5 دقائق وهاجي لكم اهو. يا بنات سبتها 5 دقايق بردت طبعا تمام. لما ابدا اقلب عليها بقى، شوفوا الميه بقت عامله ازاي. شايفين الميه تحفه جدا جدا. طبعا انا سبتها تبرد، لان انا اصلا يعني مش هصفيها تمام، هسيبها ان هي تتنقع اصلا ليله كامله. بس انا كنت عايزاها تبرد لان انا هحتفظ بيها في اذا حاجه ازاز او بلاستيك. فطبعا البلاستيك الحاجه السخنه او النار هتبوظه، فكان لازم ان انا اخليها تبرد كده كده قبل ما احطها في القمع او الحاجه البلاستيك اللي انا هشيلها فيه تمام. انت عندك اختيارات، يا اما تحطيها في طبق وتحطيها في الثلاجه وتحتفظي بيها طول الليل وبعدين تصحي الصبح تصفيها، يا اما ما تصفيهاش. يعني طول استخدامك ليها مش هتصفيها، هتصفي بس الكميه اللي هتكوني بتستخدميها. دلوقتي انا هشرح لكم كل حاجه عملي اهو. جبت ده وجبت معاه قمع تمام، وهبدا ان انا اصفيها. واحده واحده خالص اهو. تمام. الحبه بقى اللي ما تصفوش معانا دول هنحطهم هنا كده في طبق على جنب، وهكمل الباقي كده. اهو يا بنات شايفين دي اللي انا اخدتها تمام. طبعا ما صفيتهاش من الحبه اللي موجودين فيها دول، لا ما صفيتهاش خالص تمام. دلوقتي اهي الكميه اللي انا مطلعاها واللي صفيتها، اللي هي ورق الغار واكليل الجبل تمام. تمام زي ما قلت لكم انا مش عايزه اصفيها اصلا، فانا هرجع احط الكميه، بس مش هحط الكميه، انا بس عايز اخد الكميه الاكتر من الروزماري تمام، وهسيبها. الباقي الحبه دول خلاص انا مش محتاجاهم، انا بس ايه عايزه انقعها في ال 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 القمع اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وبغطي عليه تمام، وبيبقى زي الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هتقولي دلوقتي سوفي طب هنستخدمه ازاي وهو جواه الاكليل الجبل وكده؟ دلوقتي في طريقتين انا بعملهم، هقول لكم الطريقه اللي انا بعملها معظم الوقت وكده، وهقول لكم الطريقه الثانيه. الطريقه الاولانيه اللي انا بعملها معظم الوقت، وهي ان انا بفضي شويه في البخاخ ده برشها عادي على شعري، على جذور الشعر تمام. برشها مره الصبح ومره بالليل، طريقه حلوه جدا كويسه تمام. الطريقه الثانيه بقى اللي انا بستعملها وطبعا الطريقه دي يا بنات من غير غسل، يعني مش تغسليها، مش تغسلي شعرك خالص.
هتغسلي شعرك مثلا عادي الروتين بتاعك مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع زي ما انت عايزه. الطريقه التانية بقى وهي ان انت هتسيبيها تتنقع طول اليوم في الوصفه دي كلها في الثلاجه عادي، تمام، وتبداي تاخدي نص الكميه، نص الكميه بتاعتك، وتصفي النص الكميه بتاعت اللي انت هتستخدميها حالا يومها، يعني هتصفيها من الروزماري وتكبيها على شعرك كله في الحمام بقى. ويفضل شعرك يكون نظيف، يعني لا يكون فيه زيت ولا يكون مغسول بقاله كام يوم، يعني تكوني غسلاها قبلها بيوم او غسلاها الصبح. الوصفه دي افضل تتحط على شعر نظيف عشان الشعر فروه الشعر تمتص المكونات بتاعتنا وبالتالي تمتص بتاعتنا، تمام، بس كده. وبعدين ما تغسلوش شعركم طبعا بالشامبو والبلسم بعد الوصفه دي، متحطوها او تكبوها على شعركم وتطلعي من يعني تطلعي من الحمام او من الحوض بتاعك وتنشفي شعرك بالفوطه، تمام. دي طريقه استخدام الوصفه اذا كنت هتكبيها على شعرك مره واحده او اذا كنت هترشيها. طبعا الطريقه دي بتستخدميها كل يوم، والطريقه دي بتستخدميها مره او مرتين في الاسبوع، وهتدعي لي شعرك هيبقى قوي، شعرك هيبقى كثيف، هتعالجي التساقط، كمية فوائد هتستخرجيها من الوصفة دي غير طبيعية. بس كده أكون النهاردة وصلت لنهاية الوصفة بتاعتنا. أتمنى ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتي، وكمان قناتي على الفيسبوك هسيب لكم في أول كومنت. بحبكم جدا.